بمشاركة دولية أطلقت وزارة الأوقاف حملتها العالمية هذا هو الإسلام تحت راية الرحمة والتسامح والسلام، وذلك طوال شهر ربيع الأول. وتهدف الحملة إلى التعريف بصحيح الإسلام داخل مصر وخارجها عبر 20 لغة أجنبية. نتابع. بعشرين لغة أجنبية، وزارة الأوقاف تطلق الحملة العالمية للتعريف بصحيح الإسلام شاملة لكل دول العالم بفكر رشيد ومنهج وسطي سديد. فهم الدين مهم، وفهم الدين يأتي من أن نغذي الطلاب ونعطيهم جرعة كافية في تعاليم الإسلام الصحيح وكيف يزاولون حياتهم الدينية بوجه صحيح لا تطرف فيه ولا خروج عنه. حملات التشويه من كثير من المنظمات الدولية التي تريد أن تلصق أفعال الناس بالإسلام، والإسلام في خدمة لغير المسلم قبل أن تكون في خدمة المسلم. وبالتالي عندما نعمل مقارنة بين ما قدمه الإسلام لنا كمسلمين وغيرنا نجد أننا لا نقل عن خدمات الإسلام لغيرنا، وهذا يؤكد الإسلام مظل الجميع. نحن الآن كمسلمين نهنئ أنفسنا ونهنئ مصر ونبارك لها هذه الشهود التي نرى أن المسلمين وأن العالم بشكل عام بأمس الحاجة إلى فهم الإسلام الصحيح. الاهتمام بالشأن الإسلامي لم يقف عند حدود الداخل، بل صار اهتماما بالخارج أيضا، ما يؤكد دوما ريادة مصر في بيان الوجه الحضاري المشرق للدين الإسلامي الحنيف. هذه الحملة تأتي لتصحيح المفاهيم، وتأتي لتقديم الإسلام بالشكل الصحيح، تأتي لتقديم الإسلام كما هو، بدون تحريف، بدون غلو، بدون تطرف، بدون انحراف فكري. هذه الحملة التي تقودها مصر كما تعودت مصر، مصر الأزهر، مصر كنانة الإسلام، التي تعودنا أن تنطلق منها كل المبادرات الخيرة لدعم المسلمين في العالم. الولاء للدين والولاء للوطن لا يتعارضان، بل أن الدين يؤكد على الولاء للأوطان. من هنا جاءت هذه الحملة لتعرف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأكثر من لغة، من 20 لغة، أن الإسلام السليم والصحيح لا يتعارض مع ولائك للوطن ومع تعايشك مع المكونات الدينية والمجتمعية المخالفة لك دينيا أو عقائديا. تحت راية الرحمة والتسامح والسلام، حملة عالمية للأوقاف في حضور كوكبة من الشخصيات الدولية وبشراكة عالمية قصد توصيل صوت الإسلام الوسطي الصحيح. من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وليد هيكل للتلفزيون المصري.